انا مش فاهم انت قلقان كل القلق ده كده ليه؟ هي امك دي عيله صغيره، دي لفه ودايره اكتر منكم كلكم. وانت بسلامتك بقى نازل تلف وتدور في نصاص الليالي ليه؟ ما اتعصتش من اللي حصل لك؟ يا عم انا نازل اجري على اكل عيشي، مش قاعد انا على مكاتب البهوات. طب غور يلا، غور يلا من وشي دلوقتي، غور غور كتكنيله. الولاد ده لوحده كفيل امك، ما تاخدش الجايزه. طب بقول لك يا فاتن والنبي، ما تعرفيش ماما راحت تجيب مكنه الخياطه منين؟ ايه ده؟ لقيتي ماما؟ صاحبتي هتتجوز، اخش اكلمها. الله يخرب بيتك انت وصاحبتك في يوم واحد، ده وقته؟ انا مش مطمن يا حسن. مش مطمن ليه يا ابني؟ مش مطمن لحوار امك والحاج سيد ده. قلقان، امك كل شويه تخرج هي والحاج سيد. مره انا رايح المستشفى ازور واحد صاحب ابوك، مره اصل مش عارف عايزين نجيب مكنه خياطه. الحوار ما يطمنش. هو انت اتجننت يا خالد؟ انت غيران على امك من سيده بروس؟ يا عم لا، مش قصدي غيره، انت مش فاهم. انا قصدي يعني انه استنى. طب حسن بعد اذنك ركز معايا عشان نشوف امك راحت فين. يا ابني استنى، ده واحد صاحبي دكتور شكله جايب لي شغل في مستشفى، بعت لي رساله. لا دي قله ادب على فكره بقى، كده كده كتير. انا الوحيد اللي قلقان على امكم وكلكم ماسكين تليفوناتكم. طب رد على تليفونه. مش هرد، مش هرد. اهو اهو قافل تليفوني اهو. قافل. ما قفلتوش ليه؟ قافل. ما هو ما انا اصلي فكرت في فكره كده انه ما ينفعش اقفل التليفون. ليه بقى؟ لانه ربما امك تتصل تقريبا. ممكن يعني ربما. صح؟ طب بقول لك ايه يا فاتن، قومي طمني على صاحبتك، تقريبا قربت تتطلق. قومي يا حبيبتي، قومي يا حبيبتي اطمني عليها. قومي 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 يا تكنيله، قومي انت وصاحبتك. قوم انا كمان؟ اه انت يا ريت، لانه واضح ان المستشفى في يعني طمن على مستقبلك. ماشي قوم يا حبيبي. ماشي يا عم خالد، سلم لي على امك. ها الله يسلمك يا حبيبي. الو خالد، ازيك؟ سوري لو كنت ازعجتك. لا يا فندم مفيش ازعاج ولا حاجه، حضرتك تتصلي في اي وقت. معلش انا اسف ما سمعتش التليفون عشان انا في الشارع. تمام، عندك مانع نتقابل النهارده؟ نتقابل؟ اه في موضوع مهم عندي عايزه اتكلم معاك فيه، ويا ريت لو دلوقتي. قول لي انت فين وانا ابعت لك السواق. لا حضرتك سواق ايه، انا ممكن اجي لحضرتك في اي مكان، حضرتك قول لي فين بس بالظبط. تعال لي على الكافيه اللي اتقابلنا فيه قبل كده، ويا ريت ما تتاخرش عليا. باي باي. حاضر يا فندم، سلام. وبعدين بقى، هو انا كل ما ابعد تشدوني تاني؟